طيب دلوقتي بقى هنعمل وصفة لطيفة برضو من الوصفات المحببة جدا، وهي الممبار. الممبار برضو ليه ناس بتحبه جدا، وهو من الوصفات اللي بتبقى ساعات في ناس بتستصعبها، يمكن عشان تنظيفه، يمكن علشان الحشو بتاعه. هنتكلم عن كل حاجاته دلوقتي خالص مع بعض. بسم الله. اولا عشان اجهز ان انا اسلق الممبار، انا هتكلم على غسيله، بس خلينا نحط الاول البوكي جارنيه بتاعه يتسلق علشان ايه، ابقى ضامنه ان الميه غليت وتمام. بسم الله. تعالوا ننزل مقادير الممبار ونشوف مع بعض كده هنحتاج ايه فيه. عندي الميه بتاعه السلق لازم تكون منكهه وحلوه، يعني اما اسلقه يديني ريحه حلوه علشان يطلع الممبار جميل. انا هحط فيه بصلايه، وهحط جزر، وعندي كرفس، وعندي ورق لورا، وهنا كمان عندي كام فص من المستكة هحطهم كده يدوني طعم حلو. وممكن احط شوية بس كده، نقطة، معلقة واحدة من الطماطم المبشورة بس، وهحط رشة ملح وفلفل، وايه، وهسيب المية دي الاول، او البوكي جارنيه اللي انا حطيته ده، عشان يتسلق شويه، يعني يغلي غلوه كده يديني طعم الخضار جوه الميه دي. طيب الممبار طبيعي لما بنجيبه بيبقى فيه فضلات، احنا عارفين ده الامعاء الدقيقه، طبعا لازم يتنضف كويس. الحاجه الوحيده اللي تخليني ارميه اذا لا قدر الله لقيت فيه دوده، الدوده دي لازم يعني خلاص مش استحاله ان انا هيتاكل. فاحنا لما بنجيب الممبار اولا بنتخلص الاول من الفضلات، وبعدين لازم تحت الحنفيه بيتقلب اكتر من قلبه. يعني انا هوريكم دلوقتي شكله، خليني بس اقلع الجلافز ده عشان اغيره. لما يوصل انه يبقى لونه ابيض تماما زي اللون اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. في ناس بتعمله بسبونج كده بتبقى ناشفه شويه وتبدا ايه تمشيها، وفي ناس تعمله بظهر السكينه على خفيف لحد ما تشيل اللون او اللي بيبقى لونه غريب شويه كده، بيبقاش يعني بكاسر درجه البياض اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي، فده لازم يتقلب اكتر من مره عشان يبقى من جوه زي بره بالظبط. اهو شايفين بيبقى ابيض ازاي. باخد الفتحه دي كده اللي هي من فوق، بسم الله، وبقلبها كده في الحنفيه، فالحنفيه ما بتنزل تنزل بقى كل ده لتحت يملى ميه للاخر، افضل انزل فيه اشطفه كويس جدا. ما ينفعش انقعه في خل، يتحط في عصير ليمون، لكن الخل يكششه، يعني يكش وما يعرفوش تحشوه، دي اول حاجه. فلازم امسك حاجه اعمل كده، اغسل الاول وانضف كويس كويس، وبعدين اقلبه من جوه بالطريقه اللي وريتها لحضراتكم، ان احنا نجيب دي الفتحه دي تتحط فيه بوز الحنفيه كده، او اي حاجه احنا سواء اي حاجه عندنا او دوش تتحط، وهتقلبه تاني كله 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 للاخر، الاقي الميه دايره جواه تماما زي الخرطوم كده، لونها ابيض خلاص. يتنقع شويه، ممكن بشويه ملح وشويه عصير ليمون لحد ما يتنضف تماما، وبعدين خلاص بيطلع الميه شايفين بيضه وهو لونه ابيض زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا في مرحله جديده هي ان انا عايزه احشيه. عندنا حلين لتخزين الممبار، لو انا مش عايزه احشيه دلوقتي وانا خلاص عايزه يعني ابقى نظفته بس وشلته عندي، هشيله زي ما هو في كميه الميه دي، زي ما هو بالبوله دي، هطلقهم في كيس ثلاجه وهقفله كويس قوي اقعدها كويس، وهخزنه جوه ميته عشان افضل محتفظه بالممبار لفتره طويله جدا. طيب لو انا الطريقه الثانيه هي ايه؟ هي ان انا احشيه واسلقه واشيله مسلوق في الفريزر على التحمير، دي طريقه اخرى للممبار اللي بيتعمل. طيب نبدا بقى نقول مع بعض كده الوصفات بتاعتنا، او وصفه الممبار كحشو ممبار. نحط فيه ايه؟ فيه نوعين، في ناس بتحب تحشي لحمه او تحط جزء من اللحمه المفرومه مع حشو الرز، في ناس تحب تحشي رز زينا التقليدي بتاعنا، لان الممبار اللي بيبقى الصغير الرفيع اللي بيبقى بتحشي لحمه بيبقى رفيع قوي، ما بيبقاش الضاني يعني اغلب الوقت. الممبار اللي الناس يعني خلوا بالكم كمان مهم جدا، على فكره الممبار ده الناس اللي ما تعرفش عنه ان هو فيه فيتامين بي 12،
عايزه اقول لكم ده مهم للبشره وللشعر والعين والكبد وجهاز المناعه كل حاجه. يعني من الحاجات الحلوه وفي ناس بتستخدمه كتير وليه اكتر من اسم في اكتر من دوله ومهم يعني بيحشوه حشوات متعدده. تعالوا بقى نجيب بوله كده ونبدا ننزل المقادير بتاعته. انا هحط فيه اهم حاجه فيه الخضره، انا بحط فيه نعناع كمان فريش الحقيقه يعني بيديله طعم كده جميل وحلو. البهارات بتاعته ما بتبقاش كتيره تبقى بسيطه. تعالوا كده ننزل الحشوه بتاعت الممبار. عندي طبعا رز وعندي الشبت والبقدونس والكزبره ونعناع كمان، وانا هعمله نيف ني كده بزيت الزيتون حشوه كده جميله مع البصل. حط فصين ثوم برده ما يضرش. تعالوا كده نقول بسم الله. هناخد كده البصل، هم حاطين ملح وفلفل، هحط كمان شويه انا رشه ملح رشه فلفل، وهاخد كده الثوم، وعندي كمان هاخد الرز هاخد النعناع. خليني احط الطماطميه دي هنا مع البوكي جارني، واحده اتنين كده حلوين تدي طعم حلو. وهاخد الخضره، الخضره دي اجمل حاجه تستخدموها بالنسبه للممبار كده. وهاخد شويه من النعناع ده، خليني افرمهم هنا. علشان لو انا فرمته قبل هيسود فمش هيبقى حلو، عايزينه يبقى فريش كده. حلوين ريحته تجنن. نعناع الفريش ده جميل، عايز يحط كمان نعناع مجفف ماشي، بس انا بحب الفريش قوي زي ما عملنا في المحشي كان طالع روعه. هنشيل كده وهبدا اخد شويه التوابل الحلوه. هنحط بقى الرز كده وهنقلب، وهاخد الطماطمية المبشورة ومعلقة الصلصة. والتوابل. رشة شطة دي اختياري، بيحلى بيها ساعات كتير، ولكن اللي مش عايز بلاش. خليني احط من هنا شوية من السبع بهارات. هنقلب تقليبه وهاخد كده زيت الزيتون. بسم الله شويه حلوين، هنقلب تقليبه حلوه كده. الريحه طبعا جميله جدا. في ناس كانت تعمل المحشي وتحط خلطه المحشي مع الممبار، بس طبعا هو يمشي الحال لانه لو هي قريبه يعني من اللي احنا بنعمله دلوقتي. بصوا خلطه رائعه ريحتها تحفه. هنبدا بقى ناخد الممبار ونبدا نحشي بيه. ما بنقصش الممبار ابدا ابدا في الاول، يعني بعمل اجزاء كبيره، بس قبل السلق لازم اقص الحجم اللي انا عاوزاه، لانه بعد السلق هيفرفط رز ومش هيبقى كويس. الميزه هوريكم لما انا بقص بتطلع بتقفل من الجنبين في الميه السخنه او في البوكي جارني، فبيبقى الممباره محكومه. وهجيب طبق كده اوريه حضراتكم لما هحشي عليه. خليني اخد طبق من الصغيرين هنا. بص بص على الكبده عشان ما ننساهاش. كبده تمام. الكبده روعه. بصوا بصوا الجمال، بصوا الكبده، واو شايفين الجمال ما شاء الله. طيب هبدا بقى اخد كده
الممبار، ممكن نودي بقى الكبده دي هناك في طبق التقديم هنا. هحطها في طبق كده. بسم الله. ونقدمها. واو. وهنشيل بقى ده. اوكي. يلا بينا. هاخد كده الممبار. وهسيب هنا البوكيه جارني، ازود بس النار يغلي. وهنا الرز بصوا بدا يتشرب، هوريكم بالشوكه بس ايه هنشوف تاني. بسم الله. نقلب تقليبه كده، شايفين اهو. هنقفل. طيب نيجي بقى للممبار. هاخد كده هنا وانا هبدا بدي مثلا، هقص كده حته، خد المقص مثلا، هفترض ان دي جزء انا هبدا احشيه. هاخد كده. طبعا في ناس ممكن تحشي بالقمع، في ناس ممكن تحشي كده بالايد، على اعتبار ان هو يعني ايه مش صعب. اهو بحط كده بصبعيني دول، بحشي جوه كده كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. بمسك كده واحشي. ده في حاله لو ما فيش قمع. طبعا لو في قمع الموضوع هيبقى اسهل. لازم ابطط كده شويه، ما ينفعش ان انا واجي من الناحيه الثانيه اسيبها فيها كم الرز كانها مستويه. لا، الرز لازم وهو ني يكون متبطط، علشان هو هينفش تاني جوه اهو. وهاخد كده هينفش جوه، فهيبقى الدنيا لو انا سبته هيفرقع. طيب كمان اضمن ايه عشان ما يفرقعش؟ اشكه كده بالتوسبيك ولا حاجه، لو عندي خله سنان اشكشكه كده قبل ما انزله في الميه، اضمن انه ما تكونش في واحده فيها ميه فيها حاجه فتفرقع معايا. بصوا انا ماسكه من ناحيتين وبحشي بصبعين دول اهم، بدخل كده كده وبحشي اهو كده وبحشي اهو، شايفين ازاي كده، وبنزل لحد ما اقابلها اهي اهي، شايفين اهو اهو، واقفل. وهنبدا بقى اوريكم اول ما بتنزل في المرق او في البوكيه جارني او في الشوربه بتعمل ازاي. اهي ادي كده، ادي الممبار شايفين. هنعمل واحده كمان، نحشي شويه كمان، هوريكم تبقى الكثافه عامله ازاي، تبقوا عارفين حد الرز بتاعها قد ايه. ونقدر بقى بعد ما نسلقه نشيله، ما ينفعش نحتفظ بيه في الفريزر كده، هتلاقوا الرز بقى متكسر. بصوا اهي شايفين، تبقى كده خلاص. هاخدها هوديها هنا، هوري حضراتكم هتطلع شكلها عامل ازاي. بصوا بتبدا تدخل الميه من الجناب على الرز، وتقفله من الجناب ازاي، هو بيقفل على نفسه تماما خلاص. تمام، ما بنحتاجش حاجه. طبعا الحجم اللي يريحكم، انا هنا اهو عامله شويه دول مسلوقين، وممكن احطهم تاني يتسخنوا لو احنا عايزين. وده اللي احنا حمرناه، انا لو عايزه اشيله هشيله مسلوق زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو، ده مسلوق. الحجم اللي يريحكم، عايزين تعملوه الحجام كبيره الحجم صغير، ممكن نعمل كمان في اللي هو زي الممبار بوبس. كل الفكره ان انا بعد ما بحشيه بربط بالدباره، بس في بين حلقات بالدباره، فبيديني اول ما ينزل الميه يبقى زي الكور. المهم ان انا ما بفكش الدباره دي خالص الا بعد التحمير، اول ما احمره اقصها من مكان الدباره، فتلاقوا الكوره ماسكه نفسها. ده الممبار بوبس.
لو احنا عايزين نعمله كور صغيره زي اللي بره. هقدم بس الممبار هناك اللي احنا عاملينه اهو. طبعا لازم يبقى سخن مولع. الممبار من الحاجات اللي لازم تتقدم وهي سخنه جدا علشان يتاكل صح. هنا هنبص على الرز، بصه كمان هو بدا يتشرب، خليني بس ايه بصه كمان حط بقى عليه. بصوا جميل ازاي طعمه، طبعا هيبقى روعه ان شاء الله، يعني هتتبسطوا بيه جدا. يتشرب بس كويس حلو، ونبدا بقى نغرفه ونحط عليه الحاجات بتاعتنا. وادي الممبار، عايزين قبل ما تحطوه تشكشكوا بس كده كام شكه، مفيش مشكله بيطلع على طول. بنبدا نسيبه لما يهدى ويبرد تماما، وبعدين التحمير ده قبل الاكل مباشره، سواء حاطينه في الفريزر او لا. يبقى احنا اتفقنا انه تخزينه سواء هو كده هحطه في كيس فيه ميه واشيله في الفريزر، او ان انا اسيبه زي ما هو كده ونبدا نحمره مع بعض. هنطلع بريك ونرجع ان شاء الله بعد البريك نستكمل مع بعض.